قبل بداية الفيديو أريد أن أنوه أن البرنامج يحتاج إلى ماوس من نوع 3 أزرار، يعني إذا كنت تستخدم حاسوب محمول أو لابتوب لن يكون استخدام البرنامج سهل. السلام عليكم. في فيديو جديد، في هذا الفيديو سوف أشرح واجهات برنامج بلندر وأساسياته للمبتدئين. أول شيء، عند فتح البرنامج تظهر لك هذه النافذة، تستطيع إخفاء هذه الصورة هنا من خلال الضغط على في أي مكان بهذه الطريقة. الآن سوف نقوم بشرح كل قسم بشكل منفصل، يعني كما تشاهد هنا يوجد أقسام، فمثلا هذا القسم الكبير هو قسم التصميم ثلاثي الأبعاد، يعني المنظر ثلاثي الأبعاد، في هذا القسم كل شيء ثلاثي الأبعاد. أما هذه الأقسام هنا مثلا في هذا المكان هنا يوجد تايم لاين، وفي هذا المكان توجد الأوبجكتس أو التصاميم الموجودة في المنظر ثلاثي الأبعاد، كلها تجدها في هذا المكان على شكل شجرة بهذه الطريقة. يعني إذا كان عندك مجسمين في نفس المجموعة تستطيع هنا تحديدها. وهنا توجد بعض الخصائص الخاصة بالأوبجكت والخاصة، يعني كثير من كما تشاهد هنا في هذا المكان تستطيع تغيير النافذة من خلال هذه القائمة، قائمة أيقونات، هذه تستطيع تغيير هذه النافذة في اليمين. كل أيقونة خاصة بشيء معين، يعني تقوم بوظيفة معينة. تستطيع هنا مشاهدة عنوان الأيقونة من خلال هذا النص المكتوب أسفل مؤشر الفأرة، وسوف نقوم بشرح هذه العناصر لاحقا. وهنا في الأسفل يوجد التايم لاين الذي يتحكم في الفيديو، هذه الخيارات هنا خاصة بالتحكم بالفيديو، هذا يقوم ببلاي للفيديو، يعني يقوم بتشغيل الفيديو، هذا يقوم بتشغيل الفيديو بشكل معكوس، يعني يقوم بتشغيله بالعكس. وهنا تستطيع هنا رؤية جميع الفريمات، كما تشاهد هذاك التايم لاين تستطيع تحريكه بهذه الطريقة. وهذا القسم خاص بالانيميشن والفيديو، يعني تتحكم في الانيميشن خلال هذا المكان. الآن بالنسبة لل 3D view أو المنظر ثلاثي الأبعاد، تستطيع تحريك المنظر بشكل دوراني عبر الضغط على الزر الأوسط للماوس، يعني عجلة الماوس التي تدور تقوم بالضغط عليها ثم تحرك بهذه الطريقة. كما تشاهد تم تحريك المنظر بطريقة دورانية. تستطيع أيضا تكبير وتصغير المنظر من خلال الزر الأوسط للماوس عبر تحريكه، يعني تقوم بتحريك عجلة الماوس لتكبير والتصغير بهذه الطريقة. تستطيع أيضا تحديد المجسمات عبر الضغط عليها بهذه الطريقة بزر الفأرة الأيسر كما تشاهد هنا. وبالنسبة لي لم نقم بشرح هذا الشريط في الأعلى، هنا تستطيع تغيير شكل المنظر، يعني مثلا إذا قمت بتغييره إلى مودلينج كما تشاهد تم تغيير جميع الخيارات لتكون مناسبة للتصميم، تصميم مجسم معين. يعني إذا أردت تصميم شكل ثلاثي الأبعاد تستطيع الذهاب إلى هذا المكان لفعل ذلك بشكل أسهل. هنا أيضا هنا سكولبتينج، والذي هو عبارة عن كيف أقوم بشرح، يعني هو مشابه للتصميم ولكن توجد أدوات كثيرة للرسم، يعني مثلا تريد تكبير مكان معين، تريد إخراج مكان، تريد تنعيم مكان. هنا هذا الـ UV Editing والذي هو خاص بالتكستشر، يعني إذا أردت أن تقوم بعمل صور فوق المجسم خاصتك أو تحكم في ما يظهر فوق المجسم، فمثلا إذا أردت صورة أن تظهر في هذا المكان تستطيع من هذا المكان هنا اختيار صورة وإظهارها على هذا المكعب. هنا التكستشر Paint تقريبا نفس الشيء، يعني تقوم بتحديد الأماكن التي تظهر فيها الصورة، مثلا إذا كانت صورة أو إذا كانت أي شيء آخر تستطيع تحديد الأماكن أو رسم الأماكن التي تظهر عليها الصورة. هنا الشيدينج قد يأخذ بعض الوقت لإظهاره، هو عبارة عن أيضا للتحكم في منظر أو الريندرينج، يعني تتحكم في كيف يظهر يعني الإضاءة والتفاصيل الدقيقة للتكستشر والأشياء الأخرى الخاصة بالمظهر. هنا الانيميشن يعني واضح وظيفتها، تتحكم في الانيميشن او تحريك المجسمات والحركة بصفة عامة. هنا الرندرينج
والذي هو خاص ب لعمل رندر للصورة في النهاية، يعني عندما تقوم بإنهاء كل شيء تقوم بعمل رندر لإظهار الصورة النهائية أو الفيديو النهائي للتصميم. هنا كومبوستينج والذي هو خاص، سوف نعود له ربما لاحقا. هنا سكريبتينج والذي هو خاص بكتابة الأكواد بلغة بايثون، مثلا هو مهم في تصميم الألعاب، فإذا كنت لا تعلم تستطيع تصميم ألعاب ببرنامج بلندر. تستطيع أيضا كتابة أكواد تساعدك في الأنيميشن مثلا وفي التصميم بصفة عامة. وتستطيع هنا إضافة أشياء جديدة، يعني إضافة مثلا هنا الـ VFX 2D Animation، إذا كنت تريد أن تقوم بأنيميشن ثنائي الأبعاد تستطيع هنا إضافة نافذة جديدة أو مظهر جديد للبرنامج مخصص لما تريده من هذه القوائم في هذا المكان. وهنا هذه الخيارات في هذا المكان، هنا File Edit Render، كل شيء موضح، يعني إذا كنت تفهم اللغة الإنجليزية فسوف يكون كل شيء سهل. الفايل واضح جدا، هنا تريد تستطيع إنشاء مشروع جديد مثلا 2D Animation، مثلا إذا كان المشروع خاص ب أنيميشن ثنائي الأبعاد، هنا General يعني مشروع عام ثلاثي الأبعاد. وكما تشاهد هنا الفيديو أديتشن، تستطيع إنشاء فيديو، يعني هذه ميزة جديدة في برنامج بلندر لعمل مونتاج للفيديوهات. وهنا Open إذا كان لديك مشروع أو ملف جاهز تستطيع فتحه. هنا Open Recent تستطيع فتح الملفات الأخيرة. Recover تستطيع إذا لم تحفظ يعني ملف تستطيع إرجاعه، أو إذا كان محفوظ يعني إذا قام البرنامج بحفظه تلقائيا تستطيع هنا أن تجده. هنا سيف يعني حفظ، هذه القوائم هي لحفظ المشروع الذي تقوم بالعمل عليه. وكل هذه الأشياء يعني خاصة فقط بالملفات، يعني إدخال وإخراج الملفات. هنا import يعني تقوم باستيراد ملف ثلاثي الأبعاد يعني من واحد من هذه الامتدادات الخاصة بالملفات. وهنا export نفس الشيء، تستطيع أن تقوم بتصدير ملف إلى الخارج. نفس الشيء في هذه الأماكن external data، تستطيع يعني معظم الأوقات لن تستخدم إلا new و open ويمكن وسيف، يعني الخيارات التي تستخدمها كثيرا هي new open وسيف وربما import واكسبورت، هذه هي الخيارات التي تحتاجها. هنا في edit undo يعني في معظم الوقت تستخدم هذا الخيار من خلال الاختصار الخاص به والذي هو control z للتراجع عن فعل معين قمت به. الريدو هو عكس الاندو، يعني تقوم بإعادة شيء قمت بعمل اندو له. وهنا هذه الخيارات تقريبا لن تحتاجها. والخيار الأخير هنا هو لإعدادات البرنامج، تستطيع من هذا المكان هو يعني التحكم في إعدادات البرنامج من اللغة والثيمز مثلا واللايتس، كل شيء هذه الأشياء تستطيع التحكم فيها يعني إعدادات البرنامج. الرندر هنا تقوم بعمل رندر للصورة الخاصة بك التي الصورة النهائية، أو رندر للأنيميشن يعني الرندر للفيديو. وربما هنا هذا خيار جديد هو رندر أوديو، لا أعرف صراحة كيفية استخدامه. وهذه هي الخيارات التي تحتاجها في هذه القائمة. هنا ويندو تقريبا لن تحتاجها، هي لإنشاء نافذة جديدة للبرنامج، يعني في الغالب لن تقوم بإنشاء نافذة جديدة. وهذه خانة هلب لن تستخدمها تقريبا، يعني يت لمساعدة يعني بعض الكتب أو المقالات عن البرنامج التي قد تساعدك في استخدام البرنامج. المهم لنذهب إلى هذه القائمة هنا التي قلت سوف أشرحها لاحقا. هنا كما تشاهد توجد الكثير من الخيارات، يعني لن تحتاجها كلها، يعني في تصميم ثلاثي الأبعاد لديك مجال واحد يعني تستخدمه. فإذا كنت تستخدم الأنيميشن سوف تحتاج فقط خيارات معينة، إذا كنت تستخدم تصميم ثلاثي الأبعاد يعني الموديلينج تحتاج خيارات أخرى معينة ولن تحتاج إلى الخيارات الأخرى. يعني عليك تحديد ماذا تريد من البرنامج أولا لكي تستخدمها بسهولة أكبر. هنا في هذا المكان لن تحتاج هذه الخانة كثيرا، يعني من الخانات مثلا هنا الرندر، تستطيع هنا اختيار إعدادة الرندر مثلا حجم الصورة وجودة الصورة ونوع الأنيميشن يعني نوع الفيديو MP4 أو AV أو أي خيار آخر. تستطيع خيارهم مثلا الشادوز، إظهار الظلال، أو يعني كل هذه الخيارات متخصصة بالرندر.
يعني إذا كنت تريد أن تقوم برندر نهائي للتصميم، تقوم بالذهاب إلى هذا المكان والاستخدام هذه الخيارات. هنا في هذا المكان Output يعني نفس الشيء تقريبا مثل الرندر، يعني هنا تختار جودة الصورة، يعني إعدادات الصورة الخاصة، فمثلا هنا الأسبكت يعني علاقة الطول والعرض، وهنا نفس الشيء Output تختار هنا مكان حفظ الفيديو أو الصورة، هنا نوع ماذا تريد أن تحفظ، مثلا فيديو أو صورة، أو تختار هنا مثلا إذا كنت تريد فيديو تختار نوع الفيديو مثلا MP4 أو AV، أو إذا كانت صورة لديك هذه الخيارات منها PNG و JPG وجميع الخيارات المشهورة. نفس الشيء هنا تستطيع ربما إظهار ماذا يظهر على الصورة، مثلا إذا وقت الرندرز للصورة هنا تقوم بتحديده الوقت المستهلك لعمل رندر للصورة. كل هذه الخيارات يعني تحتاج فيديو آخر، يعني لا أستطيع شرح جميع خيارات البرنامج في فيديو واحد، يعني فقط سوف أقوم بشرح سريع لكي تفهم واجهة البرنامج. ربما لن تحتاج هذه الخيارات كثيرا، يعني إذا قمت بالتعمق في البرنامج ربما تفهمها أو تحتاجها، ولكن إذا كنت مبتدئ فكل ما عليك هو معرفة هذه الخيارات مثل الرندر كما قلت، وأيضا تكستشر، يعني سوف تحتاج تكستشر، يعني إذا قمت باختيار مجسم هنا تستطيع عمل له تكستشر من خلال هذه الخانة هنا، هذه المربع الأحمر، الشبكة الحمراء هذه هنا خاصة بالتكستشر، يعني إذا أردت أن تقوم بإضافة صورة أو تكستشر للمجسم الخاص بك، هنا الخامة الخاصة بالمجسم، يعني لون، إذا أردت أن تقوم بتغيير لون المجسم كما تشاهد هنا. المهم هذه الخيارات كما قلت، فمثلا هنا تستطيع يعني فقط نعم هنا في هذا المكان تستطيع أن تقوم ب يعني محاكاة ثلاثية الأبعاد مثلا، محاكاة لل هنا، يعني هذه الخيارات تحتاج فيديو آخر، يعني لا أستطيع شرح كل شيء في هذا الفيديو، يعني هذه الخانة خاصة بالسيموليشن أو المحاكاة. هنا أيضا خاصة هذه الخانة خاصة بالفيزياء، يعني الفيزيكس، نفس الشيء محاكاة الفيزياء، يعني إذا أردت أن تقوم بعمل أنيميشن فيزيائي يعني مشابه للواقع تستطيع من هذه الخانة. هنا مثلا فلويد تستطيع إضافة ماء للسائل، تستطيع إضافة سائل للتصميم ثلاثي الأبعاد، نفس الشيء كوليجن الاصطدام وما إلى ذلك. هنا في هذا المكان هنا تستطيع إضافة موديفاير، والذي هو يتحكم في الشكل ثلاثي الأبعاد، يعني يمكن تغيير الشكل، تحريكه، عمل أنيميشن، محاكاة، يعني كل هذه الخيارات خاصة بالمحاكاة والشكل التصميم ثلاثي الأبعاد. هنا عندك معلومات يعني properties عن هذا المجسم، تستطيع هنا تغيير الـ X والـ Y والـ Z كما تشاهد تحريكه بهذه الطريقة، وقد تفيدك في أنيميشن لكي يكون الأنيميشن دقيق، تستطيع استخدام هذه الأرقام بهذه الطريقة. نفس الشيء هنا الروتيشن، تستطيع تدوير استخدام كل هذه الخيارات كما تشاهد. وكما قلت لا أستطيع شرح جميع هذه الخيارات لأن الفيديو سوف يطول وتحتاج هي لفيديو آخر خاص بها. تقريبا هذه هي جميع الأساسيات لواجهة البرنامج، ربما سوف أقوم بفيديوهات جديدة لشرح متعمق أكثر. إذا كنت مبتدئ فتستطيع أخذ فكرة عامة من خلال هذا الفيديو عن البرنامج. هذا كل شيء لفيديو اليوم، شكرا على المشاهدة والسلام.